كوكب وليد أبو عربان، طالبة توجيه 2005، جايين على الجامعة الإسلامية نتعرف على بعض التخصصات فيها. وصلوا حبل العطاء بمدد لا ينقطع من العمل الدؤوبي والتفاني الخضار. صراحة الفعالية بتجنن واستمتعنا كثير وإن شاء الله إن شاء الله ناويين أن نسجل في هذه الجامعة إن شاء الله. في العالم العربي يوجد أكثر من 1200 جامعة عربية ترعاها دول وعندها ميزانيات ضخمة، ولكننا نصنف من أفضلها. حلو كتير، كلمة رئيس الجامعة كانت مميزة، أعجبتنا، طمنا، حمسنا. الأجواء الترفيهية برضو كتير كانت رائعة، كل إشي كان روعة بجنن.